بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. ازيك كابتن؟ منورنا. تحياتي لك كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علي ملهوب، كابتن اسامه عرابي، الكابتن اسامه حسني. مبروك كابتن ايمن للنادي الاهلي على الاداء والروح والنتيجه، وهارد لك نادي الزمالك. سريعا نروح لحكم المباراه كابتن ايمن. الان تاكدنا كلنا ان هذا الحكم لا يستحق ان هو يكون في حكام النقطه بامانه، ويمكن انا في البدايه هتكلم بشكل عام وهقول لك الحالات اللي جايه بتقول هذا الكلام. نمره واحد، خلي بالك من اول 10 دقائق كابتن علاء. اول 10 دقائق حكم اللي اتاثر بان هو يشهر البطاقه الصفراء نتيجه الضغوط اللاعبين ده لا يستحق ان هو يكون حكم في لعبه حمدي فتحي، اللي هو يعني اعتقد لعبه عاديه ما كانش هيدي انذار كابتن اسامه، ولكن ضغوط لاعبي نادي الزمالك عليه والتاثير عليه اشهر بطاقه. من هنا 10 دقائق احنا قدرنا نعرف شخصيه الحكم ضعيفه جدا جدا. خلي بالك المباراه مشيت والنادي الاهلي مشاها وهو حظه حلو، المكسب عدى حاجات كتيره كابتن اسامه كانت ممكن تحصل. الحاجه الثانيه نتكلم كابتن في الانذارات، هي ليها معايير وللاسف النهارده انت بتدي الانذارات مش محلها، كثير الانذارات والانذارات ايضا نتيجه الضغوط اللي هي كانت بتمارس عليه، مخضوض من الماتش، ماتش اكبر منه. لا النهارده احنا اتاكدنا ان هو لا يستحق ان هو يكون في النقطه. خلي بالك في نقطه مهمه جدا جدا ودي برضك عرفتنا ازاي الحكم ضعيف، هناك اسهل ركله جزاء لصالح حمدي فتحي بامانه، وهقول لك اسهل ركله جزاء دي ما فيش فيها صالح كابتن علاء وهنجيبها ونشوفها. لما تكون الكره في الهواء فوق واللاعب يسيب الكره ويروح للاعب لجسم اللاعب ويمنعه من هو يوصل للكره، ركله جزاء كانت صحيحه، لم يعني اعرفش ما حسبهاش ليه، هل هو شافها ما شافهاش، ولكن بشكل عام حكم ضعيف الشخصيه. النادي الاهلي النهارده بادائه وبروحه واللعيبه النهارده خليت الحكم النهارده يبقى محظوظ بان المباراه تمر بدون اخطاء مؤثره. نروح للحالات اللي معانا كابتن هنا ونشوف هنا هذه الحاله. طبعا اول حاله معانا، شوف فين الخطا يا كابتن اسامه؟ بنتكلم على معايير احتساب المخالفات، هنا ما فيش خطا ابدا، هنا تنافس على الكره وما فيش اي عرقله او في اي دفع او حاجه غير ان في سكوت بدون داعي، وهنا احتساب مخالفه لا يستحق ان هو اللاعب ياخدها، وبالتالي دي اول كانت مخالفه احتساب الحكم نتيجه الشكل وليس نتيجه المخالفه الحقيقيه. الحاله الثانيه نشوف يلا، هنا طبعا هو قريب جدا جدا، وهنا انذار طبعا ما فيش كلام، التهور موجود، وهنا نشوف ان طريق الدخول، وهنا اللاعب هنا لو رجل دي كابتن علاء راحت فوق طرد، ما فيش كلام طرد، ولكن هنا بنقول هنا الدخول بتهور وبالتالي هنا انذار صحيح للاعب نادي الزمالك، هي هنا عدت على الفاضي وبالتالي هنا الانذار مستحق لنتيجه التهور. الحاله بعد كده هنا ستوب، هقف بس، هقف ايهما افضل يا كابتن علاء؟ كابتن شريف خلينا نسيب اللعبه، الله عليك، ايهما افضل منه. تحتسب المخالفه من هنا ولا تخلي اللعب يستمر؟ بالظبط عندنا فرصه صح. للاعب، ولكن هنا ما عندوش القراءه الجيده لان هو يخلي اللعب يتواصل، وبالتالي عندنا اللاعب هنا لو خد عنده فرصه ان هو يسدد او يعدي. اللي بعده، الحاله اللي بعد كده بنشوف، وهنا بنشوف هنا هو خلى اللعب يستمر وستوب. يعني انا بس بتكلم على نقطه مهمه جدا، هي لاعب مصاب كابتن اسامه كابتن علاء، وهنا اللعب مشي. انا النهارده حتى لو انا حكم وهنا الهجمه لسه ما زالت كانت في النص الملعب، ممكن يبقى ان انا اصفر واوقف اللعب وهكذا. اللي بعده شوف هنا، طبعا هنا هو رغم ان هو بعيد ومحظوظ ان هو اشهر بطاقه صفراء نتيجه التحايل، وانا بقول هنا الانذار هنا مستحق نتيجه التحايل، هنا ما فيش اي تلامس للاعب نادي الاهلي احمد عبد القادر، وهنا كان السكوت يعني ما فيش اي تلامس، وهنا التمثيل كان موجود، انذار مستحق لاحمد عبد القادر. شوف اللعبه ديت وهو هنا حسب المخالفه، ونشوف هل في مخالفه ولا لا. هنا نشوف يا كابتن، هنا هو هنا مين اللي لعب الكره يا كابتن؟ طاهر اتلعب الكره، وبالتالي انا مش شايف ان هنا في انذار ولا شايف اي مخالفه، وبالتالي هنا شكل المخالفه هو احتسابها على عبد المنعم، وهنا انا شايف طاهر، وانا شايف ان هنا كان يستمر اللعب.
هنا طبعا بنشوف الهدف، وهنا الكره بتيجي من اللاعب. في اخر حاجه عندنا ركله جزاء حمدي فتحي، ركله جزاء حمدي فتحي. بص يا كابتن اسامه بقى، الكابتن شريف هنا بنشوف اللعبه ديت، ونشوف هنا دي ركله الجزاء، ادي اول زاويه. خليك معايا انا بس عاوز اخر زاويه عشان خاطر ناكد ان هنا هناك ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لحمدي فتحي. هنا كابتن زاوية، دي بقى كابتن اسامه، شوف هنا اللاعب ما راحش على الكوره، مش باصص للكوره خالص ولا بص للكوره، ولكن هو راح على اللاعب المنافس، وبالتالي المخالفه موجوده لم تحتسب للنادي الاهلي. في النهايه بنقول ان المباراه عدت، النادي الاهلي كان النهارده سبب في ان هو يعدي المباراه. مبروك للنادي الاهلي، ومبروك لكل الجماهير النهارده اللي كانت موجوده في المدرجات. يا كابتن اسامه شكرا جزيلا. كابتن نصر امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن، شكرا. وانتهى الفقرة التحكيمية اعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 مع الرأفة، وفوزه بكاس السوبر للمرة ال 12 في تاريخه. الف مبروك للنادي الاهلي ومسؤوليه وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق للمباريات القادمة ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم امتعتنا يا كابتن، شكرا. الله يخليك كابتن ايمن، مبروك وعقبال كل سوبر وكل بطولة ان شاء الله، الدوري باذن الله والكاس وعودة الكؤوس كلها لمكانها للنادي الاهلي باذن الله. كابتن اسامة عرابي امتعتني يا كابتن، شكرا. الله يخليك، شكرا يا ايمن، ومبروك لجماهير النادي الاهلي، لمجلس ادارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب، اللاعبين، الجهاز الفني، وتحية خاصة لمستر كولر اللي انا بقول يعني كتب شهاده ميلاد من النهارده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ومزيد ان شاء الله من البطولات والانتصارات الفتره الجايه. كابتن علي مهوب، شكرا كابتن امتعتنا. اشكرك يا ايمن، ومبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله بدايه موسم بدايته ببطوله ان شاء الله، الموسم كله عدى بطولات للنادي الاهلي ان شاء الله. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. كابتن اسامه حسني، شكرا كابتن امتعتنا. الف مبروك كابتن ايمن لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، للاعبين، للجهاز الفني، للطب الاداري، لكولر، بدايه موسم ان شاء الله تكون موفقه. مبروك للكابتن محمود الخطيب، بقول له ربنا نصرك وهينصرك، بدايه موسم ان شاء الله تكون موسم جيد للنادي الاهلي مليء بالبطولات. وبقول على الهوا كمان يعني الكابتن ايمن شاوي، بقول له الحمد لله على السلام، ان يعني بعد الهدف الاول للنادي الاهلي الراجل تعب واتنقل للمستشفى بين الشوطين، عمل اشاعات وعمل تحاليل وعمل حاجات، ان الحاله كانت يعني انا بقول عليها كانت صعبه، لكن الحمد لله ربنا عداها على خير. فبقول له الف مبروك، يعني الف الف مبروك يا كابتن ايمن. الله يخليك كابتن سامع، الله يبارك فيك، والحمد لله رب العالمين. يعني الفرحه كبيره جدا 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 جدا، نسيتنا كل حاجه بصراحه. الفرحه دي كنا محتاجينها احنا وجمهور النادي الاهلي العظيم. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.